حيث باشرت وزارة الصحة ممثلة في مركز إدارة الحالات الطارئة ومركز مكافحة السموم فور تلقيها خبر حادثة استنشاق غاز بمنطقة صحار الصناعية بالتعامل وإدارة ومتابعة الحادثة. وعلى ضوء ذلك استقبل مستشفى صحار والمراكز الصحية العامة والخاصة 42 مصابا تراوحت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة. نحن مستمعين الأحبة راح نتعرف على آخر التحديثات، نعرف حالات مثل هذه يكون فيها مستجدات بشكل مستمر، راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال تواصلنا مع ضيفنا الدكتور محمد بن سيف البوصافي استشاري طب الطوارئ والإسعاف الجوي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا بك أخي عبد الله ومشكور كثير الأخوة في الشريف على اهتمامهم بهذه المواضيع اللي لها تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى المجتمع. يا مرحبا وسهلا فيك وشاكرين لكم دكتور تفاعلكم السريع والمباشر مع مختلف وسائل الإعلام، ومباشرة نقف من خلالك على آخر المستجدات حول الأرقام التي تم نشرها والتعامل معها. فور نشر هذا البيان كان عندنا 42 مصاب تراوحت حالاتهم ما بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، هل في أي تحديث بشأن هذا التصنيف حول مستوى الإصابات؟ ولله الحمد بعد التواصل مع الأخوة في مستشفى صحار تبقت فقط حالتان في المستشفى، فبإذن الله تعالى حالات يعني كلها مستقرة وراح يتم ترخيصها إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة. طبعا هذا بعد أن قام المستشفى باستقبال العدد الأكبر اللي هو 23 حالة راحت في مستشفى صحار و9 حالات في مجمع صحار و9 حالات أخرى تم توزيعها على بعض المستشفيات الخاصة. نعم. لله الحمد الحالات كلها تقريبا أو لله الحمد الحالات كلها مستقرة حاليا اللي هي حالتين فقط، وراح يتم ترخيص هذه الحالات بإذن الله تعالى خلال الساعات القليلة القادمة. الحمد لله، هذا بحد ذاته يعني خبر مبشر، لأنه الأرقام الأولية يعني كانت عندنا مجموعة من الحالات في وضع حرج وفي المستشفى، والآن يعني تباعا إن شاء الله تكون كلها هذه الحالات يعني بمستوى جيد إن شاء الله بعد تلقيها للرعاية الصحية. بعد ما اطمننا الدكتور محمد على الحالات الموجودة في المستشفى، نقف الآن معك حول تفاصيل هذه الحادثة. ما الذي حدث بالضبط وفق المعطيات الأولية لديكم؟ يعني تمت أو تعمل مبدئي مع هذه الحالات بعد تلقي المركز اتصال من الأخوة في قسم الطوارئ في مستشفى صحار حول استقبالهم يعني في الساعة الأولى 15 مصاب نتيجة استنشاقهم لغاز غير معروف. تفاصيل لا العمال اللاجئين المستشفى عارفين تفاصيل، وكانت أعراض يعني متشابهة فيما بين كافة العاملين. طبعا تم تقييم الحالات وتم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة دوليا والمتعارف عليها، حيث أن كافة الطواقم الطبية الموجودة في المستشفى مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات. وأيضا تم التواصل والتنسيق كما هو دائم مع الأخوة في الدفاع المدني والإسعاف، أيضا بالتحديد مع الفريق الوطني للتعامل مع المواد القطرة. تقييم الحالات تقييم طبعا مستمر ويعني على مدار الساعة. تم تقديم الرعاية الأولية للمرضى، وبعدها طبعا تم الاستعانة بالإخوة في قسم السموم. وزارة الصحة طبعا لديها مركز مختص للتعامل مع كافة حالات التسمم في أطباء عمانيين استشاريين في مجال التعامل مع السموم والوقاية منها. نعم. وتم توجيه الطبي والنصائح الطبية للتعامل مع هذا الغاز على الرغم من عدم معرفة دقيقة بنوعية الغاز، لأن الغازات المواد الخطر تشترك فيما بينها في صفات متعددة، والعلاج هو علاج موحد. ذلك ولله الحمد هذا كان له دور كبير في تخفيف أي مضاعفات وفي سرعة تعافي هذه الحالات. نشكر جميع الأخوة يعني وبالتحديد في مستشفى صحار لكونها من جهة استقبلت العدد الأكبر، و خصوصا لما يجيك عدد كبير من المرضى في قسم الطوارئ وانت اصلا معني بمعاينه حالات طارئ اخرى، فجهد كبير نفخر فيه ونوجه لهم ايضا الشكر عبر هذا المنصه. كل هذه الحالات المصابه من جنسيه واحده او جنسيات متنوعه؟ وجنسيات مختلفه طبعا، هي في منطقه صناعيه
وهذا اللي يصير طبعا بيني وبينك بنت يعني بين فتره واخرى عفوا هذا اللي يصير هي. ودائما النصيحه تكون في الاهتمام بالتطبيق معايير السلامه اللي جهات الاختصاص يعني باستمرار تنصح بها ويعني تحفز يعني كافه المؤسسات الخاصه والعامه طبعا على الالتزام بها. واللي نؤكد ايضا عبر الشبيب ان في حاله التزام بهذه بمعايير السلامه ما راح يعني نصل الى هذه المراحل. ولا الحمد لله يعني كانت مرحله يعني تم التعاطي معها بشكل جيد والمضايق راح تتم ترخيصهم، لكن يعني ضرورة الاهتمام بالتعامل مع المواد الخطرة يعني لما لها من آثار يعني كثير سلبية بتكون في حالة لم يتم التعامل معها وفق المعطيات. وأيضا من المهم جدا أن هذه الجهات أيضا تعرف مبادئ السلامة ومبادئ الإسعافات الأولية، مبادئ جدا جدا بسيطة. فإذا هذه الشركة مثلا تخزن هذه الكميات من المواد الكيماوية بغض النظر عن نوعية استخدامها، فمن المهم جدا ان هذه الشركه تكون عليها عندها درايه باساسيات الاسعاف الاولي وهي جدا بسيطه جدا. نعم. جدا بسيطه. نعم، خاصه دكتور لما نتحدث عن الغازات واستنشاق الغاز يمكن يعني يكون اثره كبير كون الانتشار سهل وكونها في الغالب تكون مواد غير مرئيه، ويمكن بعض المواقع يكون فيها حتى كثافة في العمال. يعني هذا الموقع الآن المصابين 42 لكن يمكن عدد العمال كبير في هذا المكان، ويعني لقدر الله قد تكون هناك نتائج كارثية. يعني هو يعني كان هذا الغاز هو غاز صناعي، بس يعني للأسف الشديد احنا بين فترة ثانية يعني تصلنا إصابات اللي مصابين في الحرائق. الحرائق هذه يعني اغلبها ينتج عنها غاز او اكسيد الكربون. هذا غاز او اكسيد الكربون المشكله الاساسيه فيه ان غاز عديم الرائحه عديم اللون، وهو مثل المخدر للاسف الشديد. يعني لما يصير في حريق داخل اي منشاه عود داخل المنازل ما راح يعني المصابين يعرفوا عن هذا الغاز، لان يمكن يكون نايم وايضا يسبب يعني تثبيط الجهاز العصبي. علشان كذا يعني كثير من ايضا النصائح ان وجود منبهات الحريق صار بحقيقه الامر ضروره في كل منزل في كل منشاه. هذا غاز اول اكسيد الكربون؟ غاز اول اكسيد الكربون اللي ينتج عن الحرائق. نعم. فهذا غاز عديم اللون عديم الرائحه، فالطريقه الوحيده او يعني انك انت تمنع الوفيات هي انك انت يكون عندك منبهات حريق. منبهات الحريق الحين صارت منتشره اخي عبد الله يعني في كل مكان واسعارها في متناول الجميع ونراها يعني صار ضرورة. فالواحد أيضا يهتم بأشياء أخرى لكن هذه صار ضرورة. ربما هذه الجهات الصناعية لها ضرورة القصوى أن تلتزم بهذه المعايير. نعم دكتور محمد، في مركز إدارة الحالات الطارئة عادة ما هي طبيعة استجابتكم لحالات كهذه؟ يعني هل هناك معايير معينة يفعل من خلالها المركز؟ يعتمد على عدد الإصابات، يعتمد على نوع الإصابات؟ يعني إذا خذينا هذا المثال 42 مصاب في نفس الوقت أكيد طبيعة التدخل يمكن تكون مختلفة لأنك عندك قدرات معينة يمكن في مؤسساتك الصحية ومحتاج المنظومة كلها تشتغل يمكن وتتفعل. فإيش هي الخطوات والإجراءات عادة اللي تتخذوها عند تلقي بلاغ من هذا النوع؟ أشكرك على هذا السؤال أخي عبد الله. والمركز هو يتبع لوزارة الصحة وأيضا جزء من قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وجزء من منظومة وطنية للتعامل مع الحالات الطارئة. طبعا هذا المركز معني بالتعامل مع الحالات الطارئة اللي لها تأثير مباشر على صحة المواطن والمقيم. نشاط المركز هو يعني يعمل على الاستعداد للحالة الطارئة، الاستجابة حالة الحدوث وأيضا والتعافي منها، بالإضافة إلى أيضا إلى أهمية وجود تنسيق مستمر للتخفيف من المخاطر. تخفيف المخاطر يمنع حدوث كثير من الحالات الطارئة. المركز يهدف أن يعمل من ضمن منظومة وطنية موحدة لإدارة الحالات الطارئة. أيضا يعمل على توفير رعاية طبية للمتضررين بالتعاون مع كافة الشركاء اللي سواء كان في وزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة. أيضا يعمل على استدامة الخدمات الصحية في أثناء حدوث الحالات الطارئة يعني والأنواع المناخية على سبيل المثال. في عدة مراحل لتفعيل الخطط الوطنية، بس لله الحمد يعني في هذه الحالة المحافظة قدرت أو المستشفى أيضا بالتحديد قدر التعامل مع هذه الحالة وفق الإمكانات الموجودة عندهم. لكن لو لا سمح الله كان في حالة أكثر فهنا في خطة وطنية يتم تفعيل المحافظات الأخرى، يتم الاستعانة
بقية الأخوة الشركاء في المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ولله الحمد يعني السلطنة تعتبر سباقة في هذا المجال، مجال التعاطي مع الحالات الطارئة، ويعني والتكامل بين كافة الجهات الحكومية كان أكبر الأثر في تخفيف أي مضاعفات تنتج من حالات الطوارئ الاختلافة. نعم، يعني في مثل هذه الحالة على سبيل المثال أشار البيان أنه تم التعامل من خلال مستشفى صحار، من خلال المراكز الصحية، من خلال المؤسسات الصحية الخاصة. هذا الكنترول من يسويه؟ المركز نفسه هو يحاول يتدخل بشكل سريع بحيث أنه يعرف قدرات المؤسسات، وبالتالي يعني بدل ما تصل كل المؤسسات أو عفوا كل الإصابات إلى مؤسسة صحية واحدة تفوق قدراتها تتوزع، يعني هذا من أدواركم كذلك يعني دكتور؟ هذا جزء من أدوار المركز. نعم، وأيضا المركز الذي قسم إدارة الحالة الطارئة في المحافظة يعمل تحت إدارة المدير العام للخدمات الصحية في المحافظة. العمل كان متناسق وعلى مدار ساعة، فإذا شفنا أن والله المحافظة قادرة والمؤسسات الصحية الموجودة في تلك المنطقة قادرة على التعامل، وهذا اللي يصير أن في أغلب الحالات يتم التعامل معها داخل المحافظة بالنفس. نعم. أما إذا في المحافظة كانت الحالة استثنائية مثل بعض الأنواع المناخية وغيرها يتم تفعيل خطط وطنية. نعم. وعندنا طبعا شركاء، إحنا جزء من منظومة وطنية لإدارة الحالات الطارئة، وتكاملنا مع باقي الشركاء كان دور كبير جدا في عدم اتساع نطاق هذه الحالات وتخفيف تبعاتها والتعافي منها أيضا. نعم دكتور، لفتني كذلك وجود مركز متخصص لمكافحة السموم. صحيح. ناخذ نبذة شوي، يعني يمكن تقصير منا نحن ما قرأنا وما تابعنا عن هذا المركز، لكن هذا يمكن تكون سانحة طيبة نتعرف شوي على مركز مكافحة السموم. هو المركز الموجود داخل مركز مكافحة الأمراض في ديوان عام الوزارة، وفي طاقم طبي من أطباء استشاريين عمانيين تم تأهيلهم للتعامل مع كافة حالات التسمم بكافة أنواعها. طبعا كل هؤلاء الأطباء الاستشاريين هم أيضا خريجي المجلس العماني للخبرات الطبية، وحصلوا على برامج تخصصية الزمالة في خارج السلطنة، وعندنا ولله الحمد يعني مجموعة طيبة جدا من الأطباء الاستشاريين العمانيين في مجال السموم، هم أيضا في نفس الوقت هم أطباء في أقسام الطوارئ بالإضافة إلى عملهم في مجال التعامل مع السموم. فهذه جزء من مجموعة التخصصات اللي تنضم تحت إطار تخصص طب الطوارئ، وجزء من مخرجات المجلس العماني للتخصصات الطبية. نعم، ويقدم الدعم والمساندة في حالات يعني مثل هذه ربما. نعم، هو المركز يستقبل كافة الاتصالات من كافة المؤسسات، من سواء كان مؤسسات حكومية أو خاصة، فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الإصابة والتسمم. تعامل مركز مع هذه الحالة، وتعامل مع حالات أخرى، تعامل أيضا مع حالات تسمم في المجال الصناعي أيضا. نعم. جهدهم كبير، وفي شراكة حاليا قائمة بين هذه المؤسسات، ونامل يعني تضافر الجهود خاصة مع القطاع الخاص في هذا المجال. نعم دكتور، قبل الختام بس نحاول نطمن على الحالات المتبقية في المستشفى، هل من المتوقع أن إن شاء الله اليوم يعني تخرج من المستشفى بعد تلقيها للرعاية الصحية، ولا حالاتها يعني تستدعي يمكن مكوثها لفترة أطول؟ الحالتين الموجودات حاليا كلهم مستقرين ولا الحمد، فنتوقع إن شاء الله في أي لحظة يتم ترخيصهم بإذن الله، يعني مؤشرات الخطر كلها راحت بإذن الله تعالى خلال الساعات القليلة القادمة، نعمل بإذن الله يتم ترخيصهم ورجوعهم لأهلهم سالمين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. الله يحفظك يا أخي عبدالله، يعطيك العافية. الدكتور محمد بن سيف البوصافي، استشاري طب الطوارئ والإسعاف الجوي، مدير مركز إدارة الحالات الطارئ بوزارة الصحة.